السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. وصفتنا لنهار اليوم سفنج. هذا السفنج رائع. نبدو في المقادير وطريقة التحضير. عندني هنا 500 غرام الفرينة، راح نحي منها ملعقتين كبار. وعندي هنا ملعقة صغيرة تاع السكر، ملعقة تاع الملح صغيرة، ملعقة تاع الخميرة تاع الحلوى، ملعقة صغيرة تاع الخميرة تاع الخبز. وعندنا هنا البيضة، راح نستعمل الأبيض تاعها. وعندنا هنا السر في القرمشة تاع السفنج، هي ملعقتين كبار تاع السميد. وعندنا الماء هنايا. نبدو على بركة الله. ناخذ اناء نديرو فيه الماء، شويه تاع الماء يكون دافي شويه. نديرو الملعقه الصغيره تاع الخميره تاع الخبز، ملعقه صغيره تاع السكر. وملعقتين كبار تاع الفرينه، المكونات مع بعضهم. نغطيهم، خليهم اكتر، خليهم يتفاعلوا الخميرة شوية. ونجيبوا اناء اخر نحطوا فيه بسم الله، نحطوا هنا الفرينة، نحطوا الملعقة الصغيرة تاع الملح، وملعقتين كبار تاع السميد. خلطوا شوية، يتفاعل شوية الخميرة، نصبوا نديرهم هنايا مع بعضهم. هنايا راح تفاعلت معانا الخميرة، هي تفاعلت معنا. نديرو حفرة من الوسط هكايا، نصب هذه كامل. نبدو نخلطو، نبدو نصبو شوية الماء. نمدوها كامل مليح، بعد ما نمدها نديرو هكا، نضربو شوية هكايا. وبعد نضيفو الأبيض البيضة مع الخميرة تاع الحلوى. هنا عندنا الأبيض تاع البيضة، راح نضيفوا له الخميره تاع الحلوى. نجيبوه فرشاة نخلطوا،
سهل كمان الخميرة مع الخبز تاع البيض. نضيفو ذوك العجينة والأصفر استحفظت بيه باش ندير بيه العشاء مع البطاطا في الفور. بلاطو راح ندير نديرو كيما هكا، ندخلوها كامل الخميرة والبيض مع بعضهم العجينة. هنايا درتها في الإناء آخر خليتها اختمرت. دوك نشوفوا الحجم تاعها كوش ضعف. منها زدت نعاود لها مره ثانيه، زدت نعاود لها مره ثانيه تختمر مره ثانيه. غطوها بابي فيلم. هنايا بعد ما تضاعف الحجم تاعها نحي لها البلاستيك غذائي. هذه الاختمار مرة ثانية. نبدو نديرو في صحن أو هنا اختمرت المرة الثانية. نحطلها البلاستيك غذائي. راح نديروها في صحن، هنا نجيبو صحن أو بلاطو نديرو فيه الكريات تاع نديرو شويه الزيت هنا. ناخذو كريه ما تحبي الحجم تاعها متوسطه وكبير ولا صغير حسب الرغبه. نديرهم هكا نخلوهم يريحوا شويه. توجور ندهنو دينا بالزيت. نديرو نفس العملية كيما هكا، بلاطين شوية نديروهم كامل. هاي درتها كامل هكا. نحضرو الزيت نخلوها تريح شوية. ما نحضرو نحضروا الزيت. هنا نديروا مقلاة فيها غزير، سبولة غزير الزيت، وهنا نديروا لها شوية برك تاع الزيت شوية برك. هنا يكون غزير هنا يكون شوية. حلو عليهم خليهم تسخن. هنا درت الزيت ناقصة نار شوية، هنا تكون متوسطة. نبدو بسم الله نهزو الحبة نديرو كيما هكايا، نحلو هكا نديروها هنايا. شد بك الحبة شوية من تحت، شد روحها شوية نحطوها هنايا. هنايا
حركه كما كان شويه، حطوه هنا في الزيت هذا، نبدا نضيف عليه شويه هكا الزيت. هنا هذيك بعد الحمارة تقلبوها، وديما غادي نحطو حدانا كسكاس نقطرو فيه، نحطو هكا كسكاس، نحطو الكسكاس نحطو فيه ال نقطرو فيه هذه الاسفنج والزيت. نحو هذه ندير الاخرى كما هكا، نحفو الوسط هنايا، نقعد نمرر شويه هكا هكا، نحطوها بالزيت بالعقل. نعاود نقلبها، ما خلي هذه تطيب شويه من تحت، نزيد نديروا الاخرى نديروها من هنا، ديروا هكا نفس العمليه، حطوها هنايا. باه تطيب وتشد روحها، نحزن نحطوها، نديروا هذه طابت معانا، نحطوها هنايا الكسكاس. نزيد نديرو هنايا هذه الأخرى كيف، نضيف عليها الزيت، نقلبوها الجهه الاخرى، نديروا نفس الطريقه كامل ونرجع لكم صح التقديم. ها وجدناه الاسفنج، ها نوريكم كيفاش جا، نقسم لكم حبه هاك جا، يجي هايل روعه، ويجي قرمش، لان الصرف تاع الاسفنج بالسميد، ملعقتين تاع السميد. ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو تاع اليوم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشاركوه مع صحاباتكم واحبابكم، ونقولكم ديروا لي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.